Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم. ودرس اليوم بسيط وخفيف وإن شاء الله هيكون سهل، ويعني البعض فقط يعني بيسأل عليه ما الفرق ما بين do و make. do بشكل عام هي تعني يعمل، و make يصنع أو يجعل، هذا المعنى بشكل عام. ولكن عندما يعني ننظر للموضوع بشكل أكثر تركيزا، يعني الدو صحيح إنه للأكشن، للأحداث، للأفعال. فنقول دائما بنسمع دائما السؤال What are you doing؟ ماذا أنت تفعل أو تعمل؟ وقد يكون في الماضي What did you do؟ أو في المستقبل What will you do tomorrow؟ ماذا سوف تعمل غدا؟ وعلى هذا الحال. ومن الأمثلة أيضا إنه إحنا بنقول she does the same thing every day، هي بتعمل نفس الشيء كل يوم. إذا الدو هنا بمعنى تفعل أو تعمل، بينما make بتعني produce ينتج أو create ينشئ. يعني الفرق بينهم عشان تكون الصورة واضحة لكثير من الطلاب، ان الدو بتعمل، لكن الميك هو انك انت شيء بتصنعه، يعني شيء انت قمت بتركيبه حتى بالاخير اصبح لديك حاجه انت صنعتها او انت انشاتها. مثال على ذلك she's making coffee. ليش ما نقول مثلا او لا نقول doing؟ ما تصلح. ليش؟ لانه الميكينج هنا انت بتصنع، بتنتج، بتنشئ لنا قهوة. القهوة هذه تكونت من مثلا مادة القهوة والسكر والماء، فأنت في الأخير يعني كونت وصنعت لنا هذه القهوة. إذا كل شيء فيه صناعة أو يعني تكوينات معينة بالأخير أنت قمت بتكوينها، فنقول make اللي هو يصنع. مثال آخر he has made a cake، هو عمل. طبعا التصريف الثالث من ميك هي ميد، والثالث والثاني ميد ميد، يعني هي او هو عمل كيكة. طبعا الكيك يحتاج انك تقوم بعملية وضع الدقيق والسكر والماء، يعني عملية تحتاج الى تصنيع والى في الاخير انشاء. فاذا بتستخدم لها ميك وليس دو. يعني لا تستطيع ان تقول I do a cake، طبعا لا تركب ابدا وليست صحيحه. خلينا نعمل هنا compare، مقارنه ما بين الدو والميك حتى تتضح الصوره للبعض اكثر. انت تقول I cleaned my room، امس انا نظفت غرفتي. و I wrote، وكتبت some letters، بعض الرسائل. And I made a cake، وصنعت كيكه، يعني انا يعني صنعت كيكه. شوف انت جبت الافعال cleaned وwrote كتبه، لكن عندما جيت الى يعني لا تقول وعملت كيكه. البعض ينخدع فيقول I did cake، عملت كيكه. عملت كيكه هي made، ماضي make وليست did. الدو انت تعمل الشيء، يعني انا بعمل الشيء. What are you doing؟ ايش جالس بتعمل؟ انا جالس I am making a cake، جالس اصنع كيكه. باختصار يا اخواني انه الميك هي شيء انت بتصنعه، انت بتنشئه، وليس انت بتعمله. فرق ما بين انك تنشئ شيء وتصنعه وما بين انك تعمل شيء. فاذا قلنا ماذا يعمل فلان، what is Abdullah doing؟ he is playing، هو بيلعب كرة القدم. لكن making هو عملية انشاء، بتصنع شيء. عشان كده بتشوفوا اكثر الجوالات او الاجهزة الكهربائية الابليانسز مكتوب عليها في الخلف made in، صنع في. طبعا صنع يعني تم تركيب هذه القطع والاشياء كلها وتم بالاخير صنعها وانشائها وانتاجها بهذا الشكل، فصنعت في دولة مثلا تشاينا ولا made in Japan ولا، وعلى هذا الحال. فايضا تقول I make clothes، انا اصنع الملابس، يعني الملابس هذه شغلتي انا هذا عملي. فانا I make clothes. clouds وليست clouds، تنطق clouds تمام. انا اصنع الكلاودز او التويز، الالعاب. طبعا الالعاب بتركبها بالاخير بيطلع معك شكل لعبه،
فإذا أنت صنعتها وأنت أنتجتها فتقول ميك. أيضا الملابس يتم تخيطها وقصها، فبالأخير صنعت شيء معين فنقول ميك وليس دو. أعتقد أصبحت الصورة واضحة للأغلبية، أن تقول I do غير أن تقول I make. do هو action، فعل، حدث، بينما make هو produce أو create، إنشاء حاجة معينة بناء على عمليات حتى تحصل على يعني ما تنتجه أو ما تصنعه أنت، مثل الكيك أو الملابس أو الألعاب أو أي شيء. طبعا expressions with do، التعابير اللي تيجي مع الدو واللي تيجي مع الميك وهو متعارف عليها عشان برضو تتعود عليها وما تتخربط، لأنه البعض بيخطئ في استخدامات الدو. فلذلك أحدهم يقول يعني أنت وأنت بتتكلم إنجليزي تقول أنا بعمل مثلا كورس ولا تريننج كورس، أنا بعمل دورة تدريبية، أنا الآن بقوم بعملية تدريبية، عندي كورس دورة للتريننج في التدريب أو شيء، فتكون دائما دو وليست ميك. دو إكزام أو تيست، أم دوينج ماي تيست، أحدهم يتصل فيك فتقول I am doing my exam أو my test، أنا بعمل امتحاني. do homework أكيد بتسمعها في المدرس دائما يقول don't forget to do your homework، do your homework، اعمل واجبك. do a favor، favor بمعنى خدمة، يعني لما تعمل لي خدمة أو معروف فنقول do a favor. واحد يقول ما الفرق بين service و favor؟ service خدمة و favor خدمة أو معروف. الفرق بينهم إنه سيرفيس خدمات شركات وفيفر المعروف اللي ما بين الناس، يعني خدمة أقدمها لك بس كمعروف، معروف أقدم لك معروف. لكن في الشركات بيقولوا يسموها سيرفيس، عشان كده في أخطاء، أحد يقول إني سيرفيس وهذا خطأ، يعني المفروض تقول إني فيفر، أي معروف أقدمه لك. طيب مش هذا الموضوع، أنا do an exercise أو بدون an عشان الجمع، do an exercises أو do a exercise، تمرين أو تمارين. التمارين دائما واحد عندما تحب تقول أنا أعمل تماريني، I do my exercises every day in the morning، I do my exercises، she did her exercises، هي عملت تمارينها، وعلى هذا الحال. وتقول أيضا do the shopping، أنا أقوم بالتسوق مع مثلا والدتي أو مع أخي أو مع زوجي. إذا هذه التعابير تأتي دائما مع دو وليست مع ميك. do a course، do exam، do a test، do homework، do favor، do exercises، do the shopping. make هنا بتيجي مع ايش؟ make a mistake، يعني دائما دي التعابير هذه mistake بمعنى خطأ، فتعتذر الواحد يقول oh I'm sorry، I think I made a mistake، أنا عملت خطأ. طبعا ماضي make كما أخبرناكم هي made، يعني عمل أو صنع. I made a mistake، أنا I think I made a mistake، أعتقد أنني أخطأت. make mistake يعني يخطئ، كذا ترجمتها، وريح نفسك. make an appointment بيعمل موعد، تمام؟ أنت تقول لزملائك I will make an appointment، سوف أعمل موعد with the doctor، مع الدكتور. make a phone call، أحدهم بيستأذن منك excuse me I have to make a phone call، لازم أعمل أجري اتصال تلفوني الآن، I'll be back، سوف أرجع لكم. I make a phone call أو make a list، أنا حاب أعمل قائمة لاحتياجاتي في الكيتشن، في المطبخ للأسبوع القادم for next week. make a noise، please don't make noise، لا تعمل إزعاج أو ضجة. make تأتي مع noise ولا تأتي مع do. make a bed يعني لما ترتب سريرك تقول I make my bed، ولا this morning يعني I didn't make my bed، لم أرتب سريري. حقيقة هذا الموضوع قد يبدو للبعض أنه هو يعني سهل، ولكن حقيقة هو سهل فعلا، لكن بتخطأ أنت فيه ولا تعرف الفرق ما بين do و make، وهذا اللي يجعل الموضوع وانت بتتحدث انجليزي بتخطأ كثيرا. حقيقة ان الدو والميك لو تركزوا انه بتستخدم كثير جدا كما شاهدتوا، يعني ففي فرق عندما تقول I do، وفي هناك فرق ما بين عندما تقول I make. باختصار تعالوا نجمع الدرس كذا بشكل مختصر، عندنا الدو والميك الفرق بينهم، الدو هو للأكشن للأحداث، وكثير جدا بنسمع what are you doing، what is he doing،
What is she doing? ماذا هي تعمل؟ ماذا أنت تعمل؟ ماذا هم يعملون؟ فترد I am cooking, I am swimming, she is reading, she is sleeping وعلى هذا الحال. لكن عندنا make بمعنى إنه تنشئ شيء وعادة يعني بتنشئ أنت أو بتنتج أنت من عدة أشياء ضمن عملية معينة. فنجد إنه مثلا عادة إنك تأتي تعمل قهوة كافي، تعمل ملابس كلاودز، تعمل ألعاب أو تصنع ألعاب أنت بتصنعها أو بتنشئها، تمام؟ ولا تأتي مع دو. وتحدثنا إنه في إكسبريشنز التعابير تأتي مع الدو، في إكسبريشنز تأتي مع الميك، فتعود أن تحفظها بهذا الشكل: do homework, do exam, make mistake, make an appointment. وعلى هذا الحال أتمنى أن يكون درس اليوم كان خفيف وبسيط واستفدتوا منه، وأتمنى إن شاء الله أنكم يعني pay attention، تأخذوا بالكم when you speak in the future using do and make، عندما تستخدموا do و make. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم، وإذا كان عندكم أي تعليقات لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا انكم تشاركوا الفيديو مع زملائكم حتى يعم الفائده على الجميع. Thank you and see you soon. اراكم قريبا. Good luck. حظا موفقا. Goodbye.